أحسن الله إليكم. نبدأ بالاتصالات ونأخذ راجي من الجوف. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ أخبارك؟ الله يحييك. سؤالك راجي. يا شيخ، أنا عندي فرض سويته أول حادث وعلي الصيام شهرين، هل هو استطيع أحج ولا قبل الصوم؟ طيب، شكرا يا راجي. نعم، يقول بأن عليه صيام سؤاله الشيخ صالح بأن عليه صيام شهرين لحادث حدث له، ويقول هل وأريد الحج. لا مانع من ذلك، يحج، والصيام صيام شهرين وقته موسع، يصوم بعد ما يؤدي الحج. نعم.